شكرا للمهندس سيف الوزيري على هذه الكلمة. السيدات والسادة الحضور الكرام، البريد المصري تأسس في عام 1865، وهو واحد من أقدم مؤسسات الدولة وأعرقها. هو هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطة الدولة الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وحيث أننا نفخر دائما بتاريخنا وحضارتنا وأننا أحفاد قدماء المصريين، يقدر بالذكر أن تاريخ أول وثيقة جاءت الذكر في البريد عنها يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، وكانت وصية من أب لابنه تكشف أهمية صناعة الكتابة والمستقبل الذي ينتظر الكاتب المصري. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا يلعب البريد دوراً حيوياً في حياتنا اليومية، وتم تطوير وتحديث خدمات البريد بشكل كامل وكبير جداً، وبدأ مرحلة من التحول الرقمي مما يساهم بدور أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد ودعم المجتمع ليتواكب مع الجمهورية الجديدة. كلمة الأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور. إننا إذ نقف اليوم محتفلين بإبرام شراكة فريدة من نوعها بين كيانين مهمين كل في مجاله، نشهد تجديد مرحلة جديدة من العمل النوعي تستند إلى كفاءة الإدارة وعمق الرؤية والسعي إلى تطوير الرياضة والاقتصاد، انطلاقا من أنهم قاطرتان للتنمية والتحديث، كل منهما يشكل موردا مهما للنمو والقوة الناعمة. إن الخطوة الشراكة بين شركة البريد للاستثمار وشركة السدادات الوطنية لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية التي انطلقت أكتوبر الماضي باتفاق استحواذ على حصة بالشركة تمثل انطلاقا مهما للعمل المشترك وتضافر جهود المؤسسات الوطنية من أجل تطوير النشاط الرياضي وتعظيم عوائده والدفع في اتجاه تحديث تلك الصناعة الضخمة بما يحقق أهداف في التنمية والترفيه واكتشاف المواهب على أكمل صورة ممكنة. تلك الشراكة الطموح تأتي في إطار خطة متكاملة لشركة البريد للاستثمار للتوسع استثماريا في قطاعات وأنشطة جديدة ودخول سوق الرياضة والترفيه ومراكز اللياقة البدنية باعتبارها سوقا واعدا للعمل وبوابة مهمة للتنمية ومكونا أصيلا ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. استسمح بتطوير آليات حديثة للعمل وتحسين معيشة المواطنين نوعيا واكتشاف ورعاية المواهب وتحقيق غاية الدولة الوطنية في الوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى، ذلك يصب في اتجاه تطلعاتنا نحو زيادة العمل والإنتاج وتحفيز النمو ودفع السوق والناتج المحلي إلى الأمام. نسعى من خلال الشراكة النوعية إلى الاستفادة من قدرات سوق الرياضة والترفيه وتنميتها وزيادة أسهمها في الاقتصاد الكلي عبر تطوير أدوات العمل بالمجال والاستعانة بآليات الدفع الإلكتروني والاستعانة ببرامج التحول الرقمي وتوسيع خريطة انتشار الرياضة وأنشطتها في المحافظات والمدن المختلفة من خلال زيادة عدد أندية سيتي كلوب وفروعها. لدينا حاليا 15 ناديا، وفي إن شاء الله في إطار الزيادة عن قريب. إن تلك الخطوة تنطلق من رؤية اقتصادية ووطنية عمادها السعي إلى تطوير صناعة الرياضة ورفع مستويات العناية بالصحة وجودة الحياة وبنشر الأندية وممارسة الرياضة وإتاحتها لكل الفئات على مستوى واحد من الجدارة بما يلبي تطلعات المستهلكين ويدعمهم نفسيا وينزود منسوب الانتماء. وإلى ذلك نتطلع في شراكتنا إلى الاستفادة من حالة الاهتمام النامية بالرياضة والسعي إلى اكتشاف مهارات أبناء الأسر وتنميتها والدفع في اتجاه تكوين قاعدة عريضة من الرياضيين أصحاب الكفاءة.
ستعمل شركة البريد للاستثمار على تشديد وإدارة مراكز خدمة متطورة في كل فروع أندية سيتي كلوب، إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل والإدارة بغرض التحول بتلك الفروع من منشآت رياضية تقليدية إلى مجتمعات تنموية ومؤسسات خدمية متكاملة، مع إضافة خدمات تعليمية، صحية، وثقافية وترفيهية. مع تعظيم مع العمل على تعظيم الأصول العقارية والقيمة الاستثمارية وتطوير العلامة التجارية والدفع باتجاه تحديث خدمات الإعلام والاستفادة من القنوات الرقمية. إننا إذا نحتفل بإطلاق شراكة بين شركة البريد للاستثمار وشركة السداد رسميا نشن مرحلة جديدة من الاستثمار في القطاع الرياضي، نستعين بالقدرات اللوجستية والبشرية المتاحة لدى المؤسسات الوطنية تعمل في اتجاه تطوير القطاع ورفع كفاءته ووضعه في القلب المنظومة الإنتاج والنمو، ونثق أن تلك الخطوة ستكون بداية تتبعها خطوات وحافزا يقود آخرين من المستثمرين والعاملين بالسوق إلى تكرار التجربة والاهتمام بالرياضة والترفيه على وجه يسمح بنفاذ الخدمة للمواطنين بأفضل صورها. دمتم جميعا وطابت مساعي المخلصين من أبناء هذا الوطن، وشكرا لكم على الحضور ومباركة هذه الشراكة الاستثنائية بين كيانين وطنيين عملاقيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أدعو حضرتك للبقاء معنا على خشبة المسرح. والآن يسعدني أن أدعو المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السادات الوطنية للصعود إلى خشبة المسرح. كذلك أدعو الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري للصعود إلى خشبة المسرح لتبدأ مراسم توقيع هذه الشراكة. فلتتفضل.